نبيك طول العمر تبرنا في واحدة من اللقطع من أختك نروح نحدك فيها. نعطيك الحيثيات. لا ما تقصر طويل العمر. شل الواحد يتعلم من حذاك طويل العمر؟ صبر. صبر خصوصا لما تحدق على السيف. اي نعم. على الساحل. ساحل يبي صبر. ما تمل طويل العمر مهما يصير نظرتك لسمكه؟ بيني وبينك امل. إيه؟ انا من الناس الملولين، بس بعض اصحابي لا ما يملون الا يصيد. يعني يقعد اقول له بس ما في صيد خلاص تطلع. ولا لا تمشي. تلعب جنجفة طويل العمر؟ كوت ولا هند ولا شيء؟ والله دائما اي شيء اللي يكون اكثر ناس موجودين. في انواع، ناس تلعب هند، ناس تلعب كوت. بس يعني انت ايش تفضل من الهند والكوت؟ لا والله الهند استانس. الهند؟ اي. لان الواحد مسؤول عن نفسه. لو لعبت كوت طويل العمر، منو الفريق اللي الاثنين اللي ودك يلعبون معاك؟ من كبار لعيبة الكوت. والله ما أعرفهم كبار لعيبة الكوت. لا من ربعك؟ لا لكن من ربعي. لا في ربعي عندي مبارك واحد منهم. محمد مسكتي. أيوة عندنا عبد الله محمد عبد الرزاق. أي نعم. وأستاذ عقاب. عقاب الحين. الله يطيل بعمره إن شاء الله. إن شاء الله. ويعطيه الصحة. يعني الآن كبر. نعم. كبر. بس أول كان يلعب كوت زين ولا؟ كان يلعب ولحد الآن يلعب. يلعب الآن هند يعني بس كذا يسلي حاله. طويل العمر لما تروح الشاليه كل عطلة نهاية الأسبوع تحرص إنه يكونون الربع معاك أصدقائك؟ كلهم موجودين. تدقدق عليهم بنفسك؟ أبدا هم يجون. هم تعودنا من سنين. إي. وأنا الحين كل ربعي الله يرحمهم بعضهم مات. أنا ما أخذ صورهم. نعم. أعلقهم عندي. اللي مات أعلقه. وأقول لهم لا مت أنا بعد علقوني هناك واستعملوا. بعد عمر طويل إن شاء الله. يعني بس الواحد يعني مثلك يحرص على أصدقائه وربعه إنه يكونون معاه، يعني في ناس يقول لك بطلع الشاليه بروحي ما ودي أحد. وهم يحرصون علي إني إنهم يكونوا وياي. أكيد. كما أنا أحرص عليهم. نعم. طويل العمر إيش هواياتك غير الحداك؟ عندك هوايات ثانية؟ والله ما عندي ما في هواية معينة محددة يعني. إيه. القنص احنا نسخن القنص انتهى. هوايات الأمراء والشيوخ انتهى. كنا نقنص يوم من الأيام، كنا نقنص بالعراق، كنا نقنص في الصومال. الآن انتهى كل شيء. ما في ناس للحين يقنصون ببعض الدول، يعني يروحون الجزائر ويروحون إيران. طيب وين وصلوا؟ يلا طلعناهم من السجون. فلذلك أتمنى بأنهم يبطلوا عن هذا اللي فيه خطورة عليهم وفيه مسؤولية علينا أن نتابع. نعم. بين القنص والحداق شو تفضل؟ يعني الحداق بحر والقنص بر. أنت أفضل البر، لكن البر انتهى يعني ما في شيء. إيه بس يعني قصدي بوقت ما كان القنص قائم ما كنا نعرف البحر. ما كنا نعرف البحر أكثر، لكن لما انتهى القنص خلاص. حبيت بالحداق. حبيت بالحداق. شو اللي يفرحك دائما؟ شنو الشيء اللي لو شفته تفرح تبتهج؟ والله يعني فيه فرحي من فرح أهل الكويت. إذا شفتهم فرحانين، وشفت حتى صحافتنا لما أشوفها ما فيها شيء اللي أفرح فيها. اللي زعلك؟ اللي زعلني والله في بعض أشياء تزعلني، لكني أقول الله يسامح. إنما لا أريد أدخل في الموضوع هذا. لا. كما قلت لك المساء ما أريد أدخل فيه. وإلا في أشياء أقيلت فعلا تؤلم، انما نقول الله يسامحه. متى يبكي الشيخ صباح الاحمد الجابر؟ شو اللي يبكيك؟ منظر طفل ما ندري شنو. شو اللي يبكيك؟ عندما افقد صديق. عندما افقد صديق. لو تشوف لك طفل بين انفجارات ويصرخ مرتعب ياثر فيك المنظر؟ اول ان شاء الله اني ما اشوفه. ان شاء الله.
إن شاء الله ما أشوف ولا أشوفه عندي بالكويت ولا بالتلفزيون. إن شاء الله ما أشوفه عندي أولا بالكويت. إن شاء الله طبعا. أما بالتلفزيون شفته أتألم، لكن في نفس الوقت أقول من عمل هذا الشيء ومهله. نعم. يعني مثلا في العراق. نعم. اللي يحصل في العراق. نعم. من يقتل يقتلوا هالمساكين. نعم. شوف الأطفال والنساء، فلذلك يؤلمنا، تحس بألم. في قرار اتخذته او موقف ندمت عليه؟ والله ما اذكر اني عملت الحمد لله. بس عاده اذا حسيت ان في قرار ماخذه في عليه ملاحظه تفكر انك تراجع نفسك تراجع القرار ولا بس انا اخذت هالقرار؟ بالعكس انا لست من النوع اللي يصر على حتى في مجلس الوزراء. أنا للأسف بعضهم يقول إن الرئيس هو اللي كل شيء، مع العلم والله الرئيس لم يعمل شيء إلا برضاء كل المجموعة. نعم. وكل يعطي رأيه. نعم. فلذلك يعني لم أتخذ أي قرار إلا بأن هناك في اتفاق عليه. وحتى لو قرار متفق عليه ولقيته بعدين كمجلس وزراء مجتمع إن لا والله قد يضر هذا القرار فئة معينة، بالعكس تراجعون؟ تراجع فضيلة، رجوع إلى الحق فضيلة. نعم. شو الوقت اللي يحبه الشيخ صباح من أيام يعني من أوقات اليوم الفير بالليل الوقت اللي ترتاح فيه أكثر؟ والله شوف أول نحن لسنا ممثلين نعطيه الوقت اللي يستانس فيه الإنسان إذا كان ما في شيء يأذيه، سواء صبح أو عصر يلقى وقت له اللي مش يفكر بشيء. إيه. أكو ناس يقول لك والله إحنا الليل لما يصير هدوء. يجيني هذول شاعرين. يمكن رومانسي. أنا ماني رومانسي. لا إن شاء الله عندك رومانسي طويل العمر. وجبتك الرئيسية طويل العمر يعني. الغداء. الريوق خفيف. العشاء ما تعشى. اي نهائي. اي يعني ما نعزمك على العشاء طويل العمر. لا تحاول. لا باكل اذا عزمتني باكل. طال عمرك نعزمك على الغداء ان شاء الله. وعشاء بلاش باكل. انت جرب دائما فيه. القراءة اذا جيت ودك تقرا شيء، ايش ودك تقرا؟ تقرا كتاب بالتاريخ، تقرا سياسة، تقرا رواية؟ والله يوسف يا ريت عندي وقت اقرا فيه. ما عندك وقت؟ ما يعني اقرا تقارير، اقرا الصحف، اقرا. ما عندك وقت تقرا في الكتب؟ اقول لك اقرا كتاب الفلاني انا ماني صادق. ما يلخصون لك طويل العمر يعني في بعض الكتب تطلع لها ملخصات؟ عاد يلخصون لي الصحافه اللي عندنا وبلاويها. تقرا الصحافه العربيه ولا كل الصحف؟ الصحافه العربيه والاجنبيه والعربيه يلخصون لي. لما تقرا صحيفه طويل العمر وتشوف انتقاد لسموك كرجل دوله، انتقاد كرئيس وزراء، شنو شعورك يعني؟ بالعكس انتقاد قد يكون ينتقدني عن حسن نيه. نعم. فذلك والله احترمه واقول ممكن ان انا اكون غلطان، لكن من ينتقد لسوء النيه انسان يؤلمه هذا. لكن في نفس الوقت نقول خليه حتى ينتهي. حصل طويل العمر ان احد كتب وجهه نظر ينتقد الحكومه اللي انت رئيسها. انا ما يهمني، اولا ما يهمني انتقاد الحكومه. نعم. كل اللي يهمني وكل ما اطلب الان في هذا اللقاء بان يا اخوان يا اصحاب الصحف عليكم بالحكومه، اكتبوا ما تشاؤون لكن ابعدوا عن ان تمسوا الاخرين. الدول الثانية لأن نحن بلد دائما نحاول صداقة الآخرين. طيب ليش أعادي الآخرين؟ فلذلك أتمنى منهم أن دائما يحاولوا أن لا يمسوا الدول الأخرى. عندهم ينتقدون، انتقدوا ما تشاءون، قولوا ما تشاءون، وممكن يكون في فائدة لنا.